الإسرائيلية. عشان الملك احنا مضرين في ذاك الحي، عرفتي؟ لا ما نظف الشارع لا الطريق لا التلاميذ، هاد اللي كيكون الشتا ما كيقراوش، الاساتيد ما كيجيوش، كتبقى لهم عطله ما كايناش، الترامبيه ما كايناش، المواصلات ما كاينينش. المهم الطريق محفره، انت كتشوفي التصاور ديال ديك الشيء ديالهم. شنو هما المطالب ديالكم دابا؟ طالبين بغينا الطريق، بغينا الطريق ضروريه الطريق، خصنا انسان المواصلات، باش عندناش حنا مواصلات. ملي كتبغي المواصلات تقول الطريق ما عندكمش، شوف شكاو حنا ما نشكاو، درنا الطلب الاول درنا الطلب الثاني، حتى واحد ما جاوب معنا. دابا حنا كنطلبوا مسؤولين يرحموا والديهم يعملوا معنا واحد الحل. ولادنا مكرفصين، النساء ديالنا مكرفصين، رجال مكرفصين، لا في السوق لا في حاجه، كنا مكرفصين بعادين، حتى الطبيب الا مرض شي واحد خص كاين مواصله، كيقول الطريق ما كاينش، كيقول لك تجيبي تهزي المريض تديه حتى لحدا الترامبيه باش يهزوه اللي عنده الطوموبيل، كيمشي اللي ما عندوش كيبقى مكرفص. الحي كيعاني، الحي تشجيرات والهراسه كيعاني محتاميش كبير، فالطريق في حاله سيئه، يعني المركبات ما كيمشيش تمشي فيها، حنا كنعانيو كساكينه، فاللي خدام كيعاني، اللي كيقرا بدوره كيعاني، فالكل كيعاني. تخيل ان التلاميذ كيضربوا كيلومترات يعني باش يوصلوا للمدرسه، وفي هذه الحاله هذه وفي انعدامنا كيفاش غيكون هذا الشيء؟ هذا وهذا الشيء على اثر على مجموعه المسائل، فحنا كنعانيو من الهضر المدرسي، كنعانيو من تزويج القصيرات، كنعانيو من مجموعه المسائل بسبب هذا الشيء هذا. فكنطلبوا من المسؤولين انها تكون شي اذن صاغيه وترفع علينا هذا التهميش، والاضافه لهذا فبغينا حوار مع الجهات المسؤوله، وبغينا اصلاحات فعليه، لان المنطقه فكانت منطقه عباره عن مطشه، ففي 2009 تمت الحق هذا الحي اللي هما حي الشيرات والهرش المنطقه الحضاريه، لكن دون اي اضافه تذكر، دون اي تغير في الحاله ديال الاحياء، فبالعكس زاد التهميش، زاد مجموعه الامور. حنا يعني مسؤولين ما كنشوفهمش بصفه نهائيه، وما كاينش شي اذن اللي كتسمعنا، وما كاينش شي مسؤول اللي كيناقشونا. بغينا هذا الشيء هذا يعني تكون، كنتمناو حنا الحمد لله جينا كناديو الوالي باش تكون شي رياكسيون منه، كنتمناو ان شاء الله يكون شي رياكسيون منه، ويكون حوار ان شاء الله للساكنه، والساكنه راه عاد استمر في النضال ديالها ان شاء الله الى غايه تحقيق المطالب، ويعني هذه الوقفه الاحتجاجيه تكون طريقه سلميه وطريقه منظمه، وان شاء الله نتمنى